السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان تحويل قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام حدث في غاية الأهمية، فامتثل المؤمنون لأمر الله عز وجل، ونافق المنافقون، وارتد عن الإسلام طائفة من ضعيف الإيمان، وظهر الوجه القبيح لليهود، والذين كانوا يعلمون من كتبهم أن نبي آخر الزمان سوف يصلي إلى قبلتين مختلفتين. فجاء الأمر الإلهي للمؤمنين بألا يلتفتوا للمعاندين من أهل الكتاب، وأن يشغلوا أنفسهم بالطاعات والخيرات، ونزل قول الله تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وإن كان سبب نزول هذه الآية الكريمة هو تحويل القبلة للمسلمين، لكن في حقيقة الأمر أنه أعظم من ذلك بكثير. فكما أن لكل إنسان قبلة يتوجه إليها في عبادته وصلاته، فإن الله عز وجل منح للإنسان حرية الإيمان والاعتقاد، حرية أن يكون مسلم أو يهودي أو نصراني أو ملحد أو بوذي، وللإنسان أيضا حرية الفعل والعمل في الحياة الدنيا، يفعل الخير أو الشر. فبادروا أيها المؤمنون لما ينفعكم من الأعمال الصالحة واستبقوا الخيرات، ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات. وباب الخيرات باب عظيم يشمل جميع الفرائض والنوافل من صلاة وصيام وزكاة وصدقة وحج وعمرة، والحياة مهما طالت فهي قصيرة، فلنجتهد قدر استطاعتنا في أبواب الخير، لأن العاقبة والخاتمة معلومة لنا جميعا. فلا بد للإنسان من الموت، وبعد الموت تبلى الأجسام والأبدان، وتنتشر الذرات في الجو والبر والبحر، وفي يوم القيامة وأينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا للحساب والجزاء. إن الله على كل شيء قدير، قدرة مطلقة لا يعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء. لهذه الآية الكريمة قراءتان، القراءة المشهورة ولكل وجهة هو موليها، وهناك قراءة أخرى لابن عامر ولكل وجهة هو مولاها. ومعنى القراءة المشهورة أن الله عز وجل هو مولي هؤلاء لهذه القبلة، أو أن العبد مولي وجهه تجاه هذه القبلة والجهة. أما معنى قراءة ابن عامر هو مولاها، أي أن العبد مولاها ومتجه إليها. فبادروا للطاعات واغتنموا الخيرات، وسارعوا لجنات عرضها كعرض السماوات والأرض. كن ذكيا، لا تشغل بالك بأهل الهوى والباطل، كن كالقطار يسير على طريق مستقيم، لا يلتفت للأهواء والشائعات والدسائس. لا تجعل كل الأيام سواء، فهناك مواسم للطاعات، هناك شهر رمضان وما فيه من خير كثير، هناك ليلة القدر والعشر الأواخر من رمضان. ومن مواسم الطاعات الأيام العشر من ذي الحجة، ولا سيما يوم عرفة، وهناك أيضا يوم عاشوراء وغيرها الكثير. تذكر قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياك وأن تغتر بشبابك وقوتك وصحتك ومالك وفراغك فكلها إلى زوال. وتذكر قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس. وإن كان الله عز وجل لا يرضى لعباده بالدون، فلماذا نرضاه لأنفسنا؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تذكر يوما يعض الظالم على يديه
يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، فاستبقوا الخيرات لتجدوا السعادة في الدارين. أما من سابق على الدنيا فسيظل ينافس ويسابق حتى يدفن ولم يجد السعادة. فاستبقوا الخيرات قبل أن يحال بينكم وبينها بتغير القلوب أو وسوسة الشيطان أو الموت. وتذكر دائما أن الجنة 100 درجة، وأن أعلى الجنة وأوسط الجنة هو الفردوس، والطريق الوحيد الآمن هو أن نفر إلى الله ونسارع إلى الخيرات. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء ولا يخرج عن طاعته شيء. جزاكم الله خيرا.